خارجيا ودوليا ونفضح هذه الأنظمة بالاسم. يعني لحد النهاردة ما في مسؤول في البلد قال قطر وتركيا بيتكلموا على دول تؤيد الإرهاب تمول الإرهاب. ليه السكوت يا أستاذ عماد؟ الشعب ما في واحد في المواطنين لا يعلم الدور الحقيقي لقطر وتركيا وبريطانيا كمان. أنا أعتقد بقى أنه قد حان الوقت لنفعل الآتي. نمرة واحد كعنوان كبير كده، أن نسمي الأشياء بأسمائها، ونسمي الممول والمحرض والمجرم والمنفذ باسم. احنا لدينا كثير من الذين قبضنا عليهم ليهم، يعني معهم اموال، معهم اسلحة ومعلومة المصدر ومكتوب عليها الدولة اللي اشتريت منه والمانيفيستو بتاع السلاح جاي منين، وعندنا ناس هم عبر الانفاق ودخلوا ومعروف مين اللي دفع لهم الفلوس ومين اللي اداهم المتفجرات ومين اللي اداهم صواريخ واسلحة متقدمة عن الشرطة والجيش في سيناء. عندنا مراكب مسكناها على السواحل البحرية، عندنا وثائق تثبت ومكالمات هاتفية واتصالات من دول موجودة في زي قطر وزي تركيا، عندنا عارفين مسار أموال صدرت من هذه الدول لتنظيم الإخوان الدولي، وهم دول اللي بيعملوا دعم لهذا الموضوع. عندنا دلائل موجودة انه ما يعرف باسم اللوبي التركي والقطري وشركات الدعاية والإعلان والعلاقات العامة في واشنطن هي التي قامت بتمويل هؤلاء. عندنا ما يكشف انه زيارة الرئيس قبليها ب15 يوم في واشنطن كان في حملة مدفوعة بالأجر للإساءة إليه، ومقالات وشركات دعاية وإعلان وعلاقات عامة في واشنطن للإساءة لزيارة الرئيس. عندنا كلمة أمير قطر، سمو أمير قطر في قمة عمان في القمة العربية في البحر الميت. يعني لا ينقصنا أي دليل. الشيء الوحيد اللي ناقصنا أن عندنا رئيس مش ضعيف ولكن قوي جدا لكنه مهذب عفل اللسان. أنا ما بطلبش منه أنه يخرج عن هذه السياسة، لكن بطلب منه أن هو يقوم شخصيا بإعطاء أوامر بأن كل السلطات الموجودة تكشف عن حقيقة الموجود، ويجب أنه كل العالم العربي وكل الرأي العام العالمي يعرف بالضبط أن إذا كانت هناك ما يسمى بإرهاب في مصر، فإنه ما يسمى بإرهاب في مصر وراءه مخططين وراءه ممولين وراءه من يدعم بالسلاح، وعلى العالم أن يعرف بالضبط هل سيكون معنا أو مع من يدعم الإرهاب.